السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخواني في تكملة سلسلة لارافال. اليوم إن شاء الله راح ناخذ شيء يسمى بالبليد تمبلتس أو استخدام النماذج في إطار لارافال. حين رأينا في الدرس الماضي استخدام الكنترولرز في الراوتينج، في نهاية الفيديو تقريبا رأينا أن هناك مشكلة وهي عبارة عن تكرار الكود في الفيوز. عندنا ثلاث صفحات رئيسية حاليا اللي هي الاندكس، وعندنا about، وعندنا services. عندنا الكود شبه متكرر، الاختلاف يكون بسيط. لارافال حالها حال اي اطار يعني جيد يحتوي على templates او يسمى template engine. على سبيل المثال في node.js حنستخدمنا او اللي تابع الكورس معانا استخدمنا EGS، هو احد template engines التي تساعد في بناء النماذج في HTML او في views بحيث تحمي الكود او من التكرار. والتكرار مثل ما تكلمنا في الدرس الماضي غير جيد في الكودينج. الكود يجب أن يكون نظيف، تقلل الكود يعني بقدر المستطاع عشان الكود يكون أكثر efficient، يكون clean. إذا شخص قرأ هذا الكود يفهمه بسرعة، خصوصا لما تشتغل في فريق عمل. فهذه أساسيات البرمجة الجيدة نستطيع أن نوصفها. البليد انجن ماخوذ فكرته بشكل عام من الريزر تمبلت انجن الموجود في ASP.NET. فالاشخاص اللي يعني اشتغلوا على ASP.NET ريزر بيكون الفكره متشابهه تقريبا او ماخوذه الفكره من الريزر. مثل ما شايفين طبعا البليد تمبلتس الموجود في الموقع الرسمي لارافال يتكلم بصوره يعني مفصله عن تفاصيل يعني كل معظم استخدامات البليد تمبلتس. على سبيل المثال المقدمة، ثم يقوم بكيف ديفاين اللي اوت. ففكرة التمبلتس انه يكون عندنا لي اوت معين كنموذج، وانت تأخذ منه هذا الكود وتغير فيه الفاريبلز او متغيرات تحب ترسلهن من الصفحة. على سبيل المثال تعمل اكستند من الماستر لي اوت، فتأخذ كل ال HTML ولكن تغير فقط سكشن، مثلا تايتل، او تغير البودي او الكونتنت، او تغير مثلا الفوتر. سنرى ان شاء الله تفصيلا بعد قليل في كمثال. ايضا بامكانك طبعا ديفاين، في بروسيس اسمها ديفاين، انك تعمل النموذج الرئيسي ثم تعمل اكستند لهذا النموذج او التمبلت. طبعا راح نروح ان شاء الله على المثال هذا، راح ناخذ شبيبي. وايضا يتكلم عن الاشياء التي ممكن تستخدمها في خلال التمبلتينج، اللي هو مثل على سبيل المثال ممكن تستخدم اف ستيتمنت، تعمل اف ستيتمنت اذا تشيك حاجه معينه في الكود اللي المرسول اليك معلومات، او تعمل لوب اذا كان اكثر عن معلومه ترسل لك من الاكستندد لاي اوت الى الماستر لاي اوت، فتعمل مثلا فور لوب. وسنرى ان شاء الله هذا الموضوع. نذهب الان الى الكود اللي اشتغلنا عليه. يكفي كمقدمه، احنا معنا ثلاث صفحات رئيسية مثل ما نرى هنا، تحت البيجز، تحت الفيوز او الفيوز عفوا هو من ريسورسز فيوز بيجز. نروح على الاباوت والاندكس والسيرفيسز. راح اعمل فولدر جديد تحت الفيوز مباشرة، اسميه لاي اوتس. تحت اللاي اوتس راح يكون معي ملف اسميه مثلا ماستر دوت بليد .php. ونحن تكلمنا ان في المقدمه راح نتكلم عن البليد، وهو التمبلت انجن يعني مثل ما شرحنا قبل قليل المستخدم في لارافال. فاول خطوه راح اعمل مثلا اذهب الى البيجز واروح على اندكس واعمل كوبي كامل لهذا الكود في الماستر. بعد ذلك راح اعمل اماكن اللي اريد متغيرات فيهن، بامكاني اعمل مثلا هنا على سبيل المثال هنا في الاتش 1 راح اعمل at، علامة at yield، يعني اريد هنا تعوض هذا المكانة بقيمة مثلا title بهذه الطريقة. وايضا في الباراجراف على سبيل المثال هذا القيمة تعوض ب at yield بcontent، او ممكن نعمل بشكل كامل هنا الcontent تكون عفوا at yield content. اعمل save. في ايضا في هذا الفيجوال كود بامكاني اعمل extension، ممكن اذهب الى extension ليتعرف على البليد سيستم اللي هو في لارافال. ممكن اكتب لارافال بليد،
اتاكد فقط هذا الكود مخزن او السنيبت لارفال بليت سنيبت ان سنتاكس اول واحد عمل له انستليشن انه بيتعرف على الكود او السنتاكس الموجود في صفحه البليت. بعد ما عمل له انستليشن ريلود ان اكتيفيت الاكستنشن هو عباره في الفيجوال كود عباره كانه بلجن. فبعد ما عملنا انستليشن راح نلاحظ انه يتعرف على هذا الفاريبلز. فالحين معاي الكونتنت ومعاي اليلد اللي عفوا اليلد تايتل ومعاي الكونتنت عندي تو فاريبلز. الان نذهب الى صفحه البيجز الاندكس على سبيل المثال نمسح كل شيء هنا. ممكن اعمل اول خطوه اللي هو اكستند اكستند يعني ياخذ من وين من اللاي اوتس layouts.master. بعد ذلك راح اعمل السكشن اللي اريده مثلا سكشن تايتل واند سكشن اند سكشن بهذه الطريقه. وايضا معي السكشن الثاني بيكون عباره عن سكشن يعني بداية لما تفتح المكان اللي تريد ترسل فيه البيانات تكتب كلمة add section content ثم تغلق end section تعمل save تحط المعلومات اللي تريد ترسلها هنا داخل هذا الكود. فببساطة عندنا اللي هي خطوتين اول شيء الاكستنس من وين تريد تعمل الماستر فايل سواء اي موقع انت تريده. الشيء الثاني اللي هو عبارة عن sections. على سبيل المثال هنا ممكن اعمل داخل التايتل مثلا باراجراف this is home page وايضا في الكونتنت ممكن نكتب باراجراف اخر لورم مثلا 10 يعني سامبل تكست. ممكن الغي هذا او اقصر السايد بار. بعد ذلك اذهب الى الموقع ممكن اذهب الى الهوم بيج اعمل تست لاحظ انه this is home page يعني طبع لنا اخذ البيانات. على سبيل المثال لو نروح على الفيو سورس راح نشوف كل البليد يكون بشكل متكامل مع ان انا فقط كتبت اللي هو الكونتنت والتايتل فقط. لكن في الوقت الحالي راح احط كل شيء تحت الكونتنت ما احتاج الحين هو التايتل. بامكانك تحط التايتل انت في الهيد HTML لكن ما راح نحتاجه هنا. فقط للتوضيح انا ممكن اعمل اكثر عن سكشن اذهب الى الماستر والغي تايتل هنا واحط كل شيء تحت التايتل تحت الكونتنت حاليا. فمعنى variable واحد تحت ال variable هنا ممكن نكتب h1 welcome to home page مثلا اعمل refresh هنا real master page welcome to page وهذا والباراجراف. ممكن اعمل copy الان لهذا التكست واذهب لاحظوا الى about page امسح كل حاجة موجودة واعمل بيست واغير هذا بتكون about page. واذهب الى services ايضا واعمل بيست وهذا بتكون عبارة عن services page services page. اعمل طبعا تست لـ about لاحظوا انه تغير معي حسب ما كتبت في التمبلت وايضا services. الآن لو نلاحظ أن الكود صار قصير في الصفحات وغير متكرر بشكل ممتاز. يعني الخطوة التالية اللي بدي أشرحها على السريع هي نقل أو passing the variables المعلومات على سبيل المثال من الكنترولر. لو كان عندي variable معين هنا كيف أنا أرسله من الكنترولر إلى الفيوز وأعمله display أظهر للمستخدم سواء هذا variable عبارة عن variable واحد أو عبارة عن array. طبعا هناك عدة خيارات موجودة. الخيار الأول على سبيل المثال لو كان هنا معنا title في index function الصفحة الرئيسية ممكن نكتب hello to index هذا variable راح أرسله طبعا عن طريق أنا عفوا كنت نعمل testing فقط ممكن أرسله عن طريق compact function وحط فقط title هنا بهذا الطريقة. هذه أحد الطرق اللي ممكن أرسلها إلى الindex. الآن أذهب إلى الاندكس وبإمكاني أطبع الفاريبل هنا تحت باراجراف مثلا أعمل اللي هو ما أعرف إيش تسمى هذه اللي هي قوسين أو سمى كارلي بريسز
ممكن أطبع الفاريبل هنا يكون وسط هذا الكيرلي بريسز بشكل فقط كأنه بي اتش بي تايتل بهذه الطريقة. أذهب إلى الاندكس بيج وأعمل سيف، لو تلاحظوا أنه طبع لي هذا الفاريبل. هذه أحد الطرق. أيضا بإمكاني طريقة أخرى أستخدم اللي هو الأري، ممكن أعمل هنا أري، ممكن أعمل أري ونكتب هنا تايتل، لو تلاحظوا معي ممكن نكتب هو الفاريبل هو تايتل اللي موجود هنا في الفانكشن تايتل. أعمل ريفرش أيضا يشتغل معي بطريقة صحيحة. والطريقة الثالثة اللي أيضا ممكنك تعمل كلمة with أو كفانكشن أو يعني سهم بعدين كلمة with، ممكن تكتب هنا على سبيل المثال with title، أعمل refresh title is undefined، أعتقد لازم تعملها كtext، راح نجرب الآن، أو إنها كarray، الحين كarray ممكن تعملها كarray عفواً، ممكن تعملها كarray. ممكن تعملها كاري إذا كان أكثر عن variable، أو ممكن تعمل فقط title وتعمل ك يعني ك variable واحد فقط، ممكن تعمل فاصلة ثم title variable، بس لازم نفصل الكوتيشن هذا الطريقة. معي خطأ هنا بسيط، أعمل refresh الآن فيشتغل معي. فرضا لو كان عندي أكثر عن variable على سبيل المثال، ممكن اعمل فاريبل اسمه داتا يكون عباره عن اري، داخل هذا الاري ممكن يكون تايتل اسوشيتيف اري، اكتب مثلا ويلكم ذا فولوينج، يعني هذه ذا فولوينج سيرفيسز ار بروفايدد، هذا يكون الاول، والثاني بيكون عباره عن اري داخل اري بيكون عباره عن سيرفيسز. هو أكثر عن طريقة ممكن أنت تعمل فيها يعني باس الفاريبلز من التمبلتس من الكنترولر إلى التمبلتس programming automation مثلا web design. الآن أستطيع أن أعمل الداتا هنا أرسلها إلى with data، عفوا هذا بيكون هنا العلامة الانتهاء في ال PHP لازم نعمل فاصلة. فالآن رسلت الداتا عبارة عن title و services إلى services end، فأذهب إلى services view. أول خطوة راح أعمل title، راح ألغي هذا ونعمل curly braces مثل ما شفنا، نكتب هنا تايتل، لما اذهب الان الى السيرفيسز نتاكد فقط تايتل موجود تغير معي، the following services are provided، بعدين نعمل list. الان يمكن نعمل اللي هو بدل الباراجراف راح نعمل اللي هو for each، الحين تكلمنا عن for loop على السريع، for each نكتب اللي هو بيكون عبارة عن services service for each services as service، يعني كل خدمة موجودة نفسي أطبع بهذه الطريقة تكون service. بعد ذلك أعمل end for each، لازم نغلق طبعا كل لوب نفتحه أو أي section لازم نغلقه، end for each، اعمل الان ريفرش للصفحه سيرفيسز، لنلاحظ انه في عندي خطا هنا، for each services as service، ايش الخطا هنا؟ ايوه ما احتاج الاقواس، هذا في الجافا سكريبت او في البي اتش بي يمكن بدون اقواس. اعمل ريفرش الان نلاحظ صفحات، الان بامكاني اعمل طبعا هنا ul HTML، وهنا ممكن اعمل قبله اللي هو li بحيث انها تكون كقائمة في HTML،
نعمل سيف واعمل كوبي لهذا الكود داخل عشان يكون معي فقط كقائمة. الآن ممكن أيضا في على السريع فانكشن أخرى اللي هي at if statement، إذا بغينا نعمل if count إذا كان عدد services أكثر من zero، بعدين end for each end if أو عفواً end if. ممكن نطبع هنا هذا اللوب كامل يكون داخل if statement، إذا كان أكثر من صفر يعمل اللوب، إذا كان العدد أقل عن صفر ما يعمل اللوب. عشان أوريكم أنه لو سبيل المثال لو كان عندي هذا الـ array، نمسح كل شيء هنا يكون array فاضي، لو تلاحظوا ما راح يطبع. لو رجعت مرة ثانية اللي هو الـ array أعمل refresh راح يطبع لي طبعا. ما أقدر أطول عن كذا في هذا الدرس، طبعا في أشياء أخرى راح نأخذها خلال الدروس القادمة بخصوص التمبلتس على سبيل المثال لما أعرف أن اليوزر عامل لوجين أو هو عبارة عن guest. شكرا على المتابعة ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم.